ألا هل أرى زمني يسحد وأني وقد ذهب الأجود وأصبحت في غبر بعدهم تراهم كثيرا ولن يحمدوا ألا أيها الطالب المستغيث من لا يغيث ولا يعضد ألا تسأل الله من فضله فإن عطاياه لا تنفد ألم تع ويحك مما تقوم في طلب الرزق أو تقعد فما يحرم الفخر أصحابه ولا يرزق المال من يجهد توكل على الله واقنع ولا ترد فضل من فضله أنكد فقد حلف البخل ألا يرى بها من يتم له موعد وإن جمدت عنك أيدي العباد فإن يد الله لا تجمد ترى الناس طرا وقد أبرقوا بلؤم فعال وقد أرعبوا وكل يرى أنه سيد وليس لأفعاله سؤدد فيا ليت شعري إلى أيهم إذا عرضت حاجة أقصد إذا جئت أفضلهم للسلام رده أحشاؤه ترعد كأنك من خوفه للسؤال في عينه الحية الأرمد ففر إلى الله من لؤمهم فإني أرى الناس قد أصلدوا وإن كان ذو المجد مستنيا ببدل الندى فمتى يحمد ففر إلى الله من لؤمهم فإني أرى الناس قد أصلدوا وإن كان ذو المجد مستنيا ببذل الندى فمتى يحمد.